بسم الله، اهلا بيكم. ربع جنيه النهضه ده اللي وقع عليه بس محمد عبد الفتاح، فقط محمد عبد الفتاح فقط، تمام. في منه بيعمل لحد، بوصل يا جماعه والله، لحد 2000 و3000 جنيه و4000 جنيه كمان. هنعرف دلوقتي حال بالظبط تفاصيله ايه. الربع جنيه ده صدر في عهد الرئيس محمد السادات 1976، واستمر حتى 1978، وهو نفس الاصدار اللي قبله، اللي كان قبله، هنجيبه برضه هنقول لكم عليه، مع اختلاف وضع بس شعار الصقر بدل النسر وتمثال نهضة مصر والعلامة المائية والكلام ده، تمام. محمد عبد الفتاح وقع على 121 بريفيكس، اي من ح 127 لح 247، ومنه احلال عام 1976 واحلال تاني عام 1976 في نفس السنة يعني، بس ده في شهر ابريل وده في شهر يونيو. والاحلال ايه؟ الاحلال ده طبعا طباعة بتبقى تلفت وبتاع، بيحطوا مكانهم اوراق تانية وبتاع. طيب الاصدار ده عامل ايه؟ الاصدار ده طبعا لو احلال او كلام من ده او اصدار او الاصدار او قفل الاصدار او الكلام ده كله، وفي طبعا بيبقى 100 لحد 900، ده ممكن مثلا نقول يعمل من 50 جنيه لحد ما يوصل 100 جنيه، ممكن اكتر من كده بحالة الانصر. ده بالنسبة لو اللي هو الإحلال أو الإصدار أو فتح الإصدار أو قفل الإصدار، تمام. باقي البرفكسات دي طبعا ممكن تبدأ مثلا من، هنقول مثلا من 15 جنيه لحد ما توصل 20، وممكن توصل 30 40 جنيه اللي هو الأرقام العادية. أما لو أرقام مميزة يا جماعة، دي ممكن توصل مثلا من 001 لحد 0010 او وحايد او اتنينات لحد تسعات، دي ممكن تعمل حوالي من، يعني نبدا مثلا من 400 500 جنيه، توصل ل 1000 جنيه وممكن توصل ل 2000 جنيه. ولو ارقام مميزه زي الوحايد والاتنينات والتلاتات والتسعات، دي ممكن توصل لحد 3000 جنيه واكتر من كده لو بحاله الانصر. حافظ على العملات دي وعيني، وهتيجي وقت ايه وهتتباع، حتى الارقام العاديه هتجيب سعر كويس، بس حافظ عليها كويس ما تبهدلهاش، دي اهم حاجه.